تبلش يعني بالكلام بالامس لوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، واضح انه امبارح يعني ما قال بشكل مباشر، بس اوضح انه اليوم المرشحين بعد جلسه الانتخاب هن بتعادل سلبي. اول شيء كيف شفت مجريات جلسه الانتخاب؟ يعني الجلسه كان اذا بدك نتائجها متوقعه، واضح انه كلا الفريقين ما عندهم 65 صوت، واضح انه من سياق الجلسه مثل ما اكيد تابعت الاسبوع ما قبل الجلسه فكره التقاطع على مرشح، وكان واضح من تصريحات بعض الافرقاء وبعض النواب أن التقاطع ليس بهدف إيصال المرشح جهاد أزعور إلى سدة الرئاسة، إنما لقطع الطريق على سليمان فرنجية. بيّنت الجلسة أنه حققت هذه الغاية بالنسبة إذا بدك الاتفاق على مرشح من دون ما تصيب فكرة قطع الطريق على سليمان فرنجية، لأنه نتائج الجلسة أنا بعتقد أنه تحالف حزب الله وأمل والنواب اللي هن صوتوا للوزير فرنجية مش راح يتراجعوا عن هذه الخطوة. بالمقلب الثاني كمان ما يبدو انه في تراجع عن تقاطع ربما على مرشح جديد في المرحلة المقبلة بهدف ايضا قطع الطريق على فرنجية. يعني الجلسة اذا بدك كشفت البعض من الاوراق بس ما غيرت بواقع الحال، يعني ما قدمت نقلة نوعية بحلحلة ملف الرئاسي، بل على العكس هي عقدت اكثر الحل. في عدة خلاصات ممكن نحن نستخلصها من الجلسة. اولا الجلسة بالدرجة الأولى هي بتكسر فكرة الإجماع المسيحي بين الهلالين على رفض سليمان فرنجية، لأنه في قوى مسيحية متفقة صحيح متفقة على هذا الموضوع، ولكن في على الأقل 21 أو 22 نايب مش بهذا التقاطع. لحظة بس، وين طلعوا 21؟ في غالبية يعني في ما في الإجماع المسيحي، بس غالبية القوى المسيحية في 22 نائب مسيحي على الأقل صوتوا بخارج التوجه ما سمي التقاطع. شيء منهم لسليمان فرنجي، شيء منهم ورقة بيضاء، شيء للوزير زياد بارود، شيء لربما لقائد الجيش. بس ما يحتسب يعني اللي ما صوتوا اليوم لسليمان لجهاد أزعور منهم بالاصطفاف اللي بالثنائية اللي صارت بس مع سليمان فرنجي، بس منهم بالاصطفاف الثاني كمان. أوكي. يعني اللي حدا عم بيطلع يقول الانطلاق تبع القوى المسيحية الأحزاب المسيحية اللي هي التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية أو الكتائب منطلقين من انه رفض سليمان فرنجية هو في اجماع مسيحي عليه. هذه اول فكره الجلسه نصفتها، لانه واضح انه في ثلث النواب المسيحيين مش ماشيين بهذا الخيار، فما في اذا بدك اجماع مسيحي. انا طبعا بالنسبه لي ما بهم يعني مسيحي او مسلم، النواب هن النواب الام المفروض يكونوا، ولكن بالسرديه تبعهم هن عم بيقولوا انه المسيحيين متكتلين بهالمحل. هذا الشيء غير صحيح، القوى المسيحيه متكتله هونيك مش النواب المسيحيين، لانه في مثل ما قلنا عدد من النواب يلي هو الثلث تقريبا خارج هذا الاصطفاف، والقوى المسيحية متكتلة بهالمحل التاني طبيعي تكون هيك. ما عندك ثلاث مرشحين، عندك سامي جميل مرشح، وعندك سمير جعجع مرشح، وعندك جبران باسيل مرشح، يعني ما راح طبيعي ما يروحوا يصوتوا لمرشح. بس ما أعلنوا هذا الشيء، انه قالوا اليوم حتى الوزير جبران باسيل ولا مرة يعني بهاي الفترة انه هن حتى لا يريدون مرشح من عندهم اليوم، يعني هن عم بيقولوا هلا كمان هذا كمان. بس هيدي الفكرة قال امبارح عنها كمان الوزير باسيل انه اليوم مثل كأنه كانت كل المعركة لتجيب نايب يعني بجبال اليوم. هذه وجهة نظر الحزب الله وداعمي فرنجية، أنه بتتمنى يعني مرشح واحد نائب مسيحي واحد بتدعمه إلى رئاسة الجمهورية اللي هو سليمان فرنجية، بعكس رغبة أو اليوم يعني القوى المسيحية أو الكتلتين الأكبر اليوم. إيه بس ما كمان الكتل المسيحية ما طبيعي هي تعارض هذا الشيء. مثل ما بنرجع من أول صحيح أن الوزير فرنجية إيه بس طبيعي تروح تدعم، ما قال أنه أنا مش مرشح. بس هو مرشح، يعني هو يعني ليش ما برشح حدا بالتيار؟ لأنه هو مرشح، وهذا الشيء مش أنا وأنت عم نقوله، هذا النواب اللي هن خارج هذا الفلك عم بيقولوه. اثنين، الوزير باسيل أصلا باللقاء اللي حصل مع السيد نصر الله أمين العام لحزب الله هو كان هذا الطرح، انه لانه انت ما فيك ترشح من الرشح سليمان فرنجي، فطبيعي سليمان فرنجي عفوا جبران باسيل هو المرشح هلا وبكره وامبارح، فالادعاء العفوي بهالموضوع ما بتصيب الهدف. اثنين، سمير جعجع بالمره الماضيه كان عم يقول انا مرشح ب 2016 بتذكر، اذا اليوم نزل جبران باسيل او سمير جعجع ترشح بالبرلمان كم صوت بجيب؟ اكيد ما بجيب اكثر من
كتلته او حتى اقل من كتلهم، لانه في اشخاص. هذا سيناريو متخيل او افتراضي، مش عمل مع الوقائع اللي موجوده اليوم. بالوقائع ما هو ليش ما هن ليش عم بيروحوا على مرشح تقاطع؟ لانه هن ما قدرانين يترشح ولا واحد منهم. بس سيدي بالمنطق اليوم يعني اذا منطق الفريق انا عم جاوب شو عم قلت هنا تمام تمام، بس بالمنطق الاخر بيقول لك انه انا اليوم اذا فريق سياسي او كتل سياسيه توافقت انت اليوم يعني هذا شأنه، إذا متقاطعة مقتنعة فيه أم لا هذا شأنه. شو آخر مرة تقاطعت الكتل أمتين كان؟ على انتخاب الرئيس عون صح؟ تمام. طب شو كانت النتيجة؟ ما كان الرئيس عون بالإجماع مسيحي؟ طب ما بلشت الحرب عشية اتفاق مع رب. تمام. بالمراحل اللي قبلها ولا مره اتفقت الكتل المسيحيه على مرشح دائما بالتاريخ، ولا مره اتفقوا. بيتفقوا بس بيتفقوا على سليمان، على بيت فرنجيه بالتاريخ اجمالا. حتى امبارح سمعت بعض النواب عم يتبجحوا بموضوع قصه مخايل الظاهر ب 88 يعني بدك تقول بنهايه الحرب الاهليه اللبنانيه. طيب اوكي شو كانت النتيجه؟ يعني واحد بيتبجح بشيء حقق فيه نجاح، بيتبجح بفشل، بفشل كلف البلد حرب ودم، وإذا بدك تيجي تحكي بالمعيار الماروني بين هذين، خسارة الموارنة لصلاحيات رئاسة الجمهورية بذاك الوقت، هذا هو اللي بيتبجحوا فيه. إذا بدكم تكرروا التجربة هلا خبروا اللبنانيين من هلا، ليش هتروحوا تنطروا وقت؟ خبروا روحوا من هلا على مؤتمر تأسيسي وغيروا بعد خسروا من الدور تبعكم. يعني المشكلة وين رامز؟ المشكلة إنه الصراع تبع أنا أو لأحد عند القوى المسيحية المارونية، حتى ما نقول المسيحيين لأنه مش مزبوط المسيحيين، لأنه الموارني نفسهم الزعماء الموارني يلي هن عم بيطالبوا الزعماء المسلمين باحترام خصوصيتهم أو باحترام دورهم، هم أيضا لا يحترمون الطوائف المسيحية الأخرى، لا الأرثوذكس ولا الكويتلي ولا الأرمن. يعني شوف الشتائم للأرمن بالأيام الماضية والاتهامات للأرمن، وكأنه